كان الله ضابط الكل فلماذا؟ وصلنا في الفيديو اللي فات لأنه تعريف قدرة الله هو الله الذي هو كافي وإنه هو الذي يقول للعالم كفى. وقفنا عند سؤال، مش بيقول للعالم كفى ليه؟ ليه لسه فيه شر وفيه ألم؟ عشان نحاول نعرف أكتر إجابة السؤال ده خلونا نرجع نبص على معجزات السيد المسيح، بما إن السيد المسيح هو النموذج التفسيري أكتر حاجة ممكن نعرف منها طبيعة الله من خلال التجسد. هنبص على كل المعجزات هنحس كده إن في مفتاح سري هو اللي بيفتح المعجزة. هنلاقي المسيح دايماً حاطط قانون إنه في أي معجزة لازم بيسأل الإنسان اللي قدامه، عايزني أعمل المعجزة؟ مصدق إن أنا هعملها وهشفيك؟ كما وكأن ده المفتاح لحدوث المعجزة، وده دايماً بيخلينا حاسين بعبء إنه طب ولو ما عنديش إيمان، يعني هل ربنا ما يقدرش يعمل المعجزة من غير إيماني؟ لا، لو هنيجي نرد على السؤال ده هنقول ما هو لا، المسيح هو الله فأكيد عنده القدرة دي. سؤال تاني بيجي على بالنا، طب هو المسيح من نفسه مش مهتم؟ مش هيشوف حد عيان هيبقى عايز يشفيه وخلاص بقى، مش مهم هو مآمن ولا مش مآمن؟ حتى السؤال ده إجابته سهلة جدا، أي حد هيبص ويشوف كل تعاملات السيد المسيح هيبقى متأكد جدا إن هو فارق مع الناس، هو اللي بيقول يصنع خير، فهو أكيد فارق مع الناس إن هم يكونوا كويسين ومش حاسين بأي ألم. بما إن احنا طلعنا من إجابة السؤالين دول إن الله فعلا قادر ان هو يشفي، ان هو فارق معاه خير الناس، فمحتاجين نبص لحتة الايمان دي بصة مختلفة. هو مش بيعجز الناس، لكنه من جزء من صلاحه ومحبته للناس ان هو مهتم قوي ان هم يكونوا عندهم حرية اختيار، انه قبل ما يعمل اي حاجة اي تدخل في حياة الانسان يكون بياخد موافقته الاول. لكن كتير بنبقى عايزين الله يمشي على مزاجنا. انا النهاردة وقع في مشكلة، عندي مرض، عايز شفاء، عايز أي تدخل منه، تعالى يا رب وتدخل ومش مهم الحرية. بكرة بقى أنا عايز أعمل حاجة بمزاجي، أحس أنه لا يا رب أنا إنسان حر ومحتاج أستخدم الحرية دي. هنا كمان في مصطلحين مهمين محتاجين نكون بنفرق بينهم، هما طبيعة الله وتدبير الله. طبيعة الله نقدر نفهمها في الصفات الأزلية الأبدية في ربنا اللي عمرها ما هتتغير، زي ما بنتكلم على صلاحه أو على قدرته. أما بالنسبة لله في تدبيره، فالتدبير هو بداية حياة الإنسان من أول ما الله خلقه لغاية ما يوصل للأبدية إنسان جديد. فبنلاقي أنه رغم طبيعة الله قادرة، قدرة غير محدودة، إلا أنه ممكن يكون بيحد نفسه في بعض المواقف في تعاملاته وتدبيره مع البشر، زي أنه هو يكون مستني إيمان الإنسان أو إرادته أن هي اللي تكون المحرك، ودي ممكن نسميها المحددات التدبيرية. وإجزامبل تاني ممكن يفهمنا المحددات التدبيرية فكرة إن الله ديان عادل، لكن مش مع كل غلطة بيعمل دينونة للإنسان، بينتظر اكتمال الزمان عشان تحصل الدينونة. وبكلامنا عن الإيمان لازم نكون بنتكلم عن السينرجية. السينرجية دي مفهوم مهم جدا في اللاهوت الشرقي، وهي معناها العمل المشترك بين الله والإنسان. فلو بصينا على تدبير ربنا لخلاص الإنسان الأبدي نظرة الأشمل اللي ممكن تكون أكبر من بس المعجزة اللي بتحصل لنا النهاردة، هنلاقي إنه الخلاص معتمد على إرادتين، الإرادتين حرين، إرادة بادئة اللي هي متمثلة في المسيح وعمله الفدائي على الصليب، وإرادة متفعلة اللي هي إرادة الإنسان. والغريب بقى إنه رغم إن ربنا عنده كل القدرة إن هو يكون بيخلصنا لوحده، إلا إن عمر ما عمله الخلاصي هيتم من غير إرادتنا، هو مستني الجزء الصغير قوي ده بتاعنا عشان يتم الخلاص، وهو ده مفهوم السينرجية. كتير بيبقى المفهوم ده ملخبط بالنسبة لنا وبيضايقنا، مش متعودين إن ربنا يكون بيحترمنا، بس يعني هي دي الحقيقة، إن الله بيحترمنا وبيحترم إرادتنا ومش هيخلصنا من غير ما نكون إحنا عايزين ده وبنعلن ده.